تعملي حفلة خطبة؟ لا ما في حفلة، بس هيك قراية فاتحة وتلبيس خواتم. ولا تقولي لي ما رح تعملي عرس؟ بصراحة مو حابة أعمل عرس إذا ما كانوا حضرانين خالد وخليل. صفاء مستحيل يقدروا يحضروا. وليش مستحيل بقى؟ كيف خالد بيفوت على الشام ويرجع البيت؟ أكيد في حدا رح يبلغ عنه. بعيد الشر عن قلبه. طيب خلص خلي خليل يجي بتعملي حفلة صغيرة. قلك شي سموحة، بصراحة يعني أنا بهالظروف ماني لا مع الحفلات ولا مع العراس، يعني بلبس الفستان الأبيض وهالضيق أنا وأهلي وقرايبيني، منقطع التورتة وبعدين منحمل حالنا ومنروح على الأوتيل أنا وفيصل. فكرة حلوة. المهم تلبسي الفستان الأبيض تصوري للذكرى. وهو هيك صفاء قديش شعور حلو أنك تكوني عم تخططي لهيك مرحلة. بصراحة ما بقدر أوصف لك شعور كتير حلو يا قلبي. الله يهنيكي، إن شاء الله عقبال ما نفرح فيكي. هلأ شوفي، لو كان فيصل عنده أخ عايش بهالبلاد كان ممكن، بس هلأ صار. الله كريم لا تيأسي. ليكي أنا ما كان خاطر على بالي أبداً إني لاقي شريك حياتي. ما بعرف شلون هيك ظهر فيصل بحياتي وقلب لي إياها قلبي. يا سحر.